مئات من رجال الشرطة الهندية انتشروا لحراسة القلعة الحمراء في قلب العاصمة نيودلهي بعد اشتباكات عنيفة بين المزارعين والقوات أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة ما لا يقل عن 80 شخصاً. عشرات الآلاف من المزارعين يحتجون على إصلاحات بالقطاع الزراعي التي يقولون إنها تخدم مصالح المشترين الكبار من القطاع الخاص على حساب المنتجين، ويعتصم المزارعون على مشارف المدينة منذ نحو شهرين للمطالبة بإلغاء الإصلاحات. يجب على الحكومة الاستماع لكل مواطن الحق بالاحتجاج. الاحتجاجات التي تزامنت مع يوم الجمهورية في الهند تحولت إلى حالة من الفوضى عندما خرج مزارعون بالجرارات على مشارف نيودلهي واجتاحوا حواجز واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لكبحهم. بعض المزارعين تمكنوا من الوصول إلى القلعة الحمراء حيث تسلقوا الجدران الخارجية وغرسوا رايات على المبنى، بينما كان رئيس الوزراء ناريندا مودي يلقي كلمته السنوية، وتمكنت الشرطة من إخراج المحتجين من مجمع القلعة وسط تعزيزات أمنية مكثفة. ويمثل العاملون بالقطاع الزراعي نحو نصف سكان الهند البالغ عددهم حوالي 1.3 مليار نسمة، والاضطرابات التي يثيرها المزارعون وما يقدر بنحو 150 مليونا من ملاك الأراضي أحد أكبر الاختبارات أمام مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. الاحتجاجات بدأت في تقليص شعبية مودي في الريف، لكن رئيس الوزراء الهندي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، ولم تبدي حكومته أي إشارة على الإذعان لمطالب المزارعين.